طيب تعال بقى نتكلم شويه كده عن مباراه اللي امس واللي شهدت بعض النقاط المهمه اللي لازم نتكلم فيها بخصوص مباراه الاهلي والمقصه. وقبل ما نتكلم على الاداء والنتيجه وكلام من ده، خلينا نتكلم عن اللفته الطيبه جدا اللي عملوها طبعا فريق مصر المقصه، وكان قرار من خلالهم ان هم يخاطبوا اتحاد الكوره، واتحاد الكوره وافق لهم، ولفته اكثر من رائعه وهي طبعا الممر الشرفي لبطل الدوري النادي الاهلي. اعتقد اول مره نشوف اللقطات اللي حضراتكم شايفينها دي في الدوري المصري، ما حصلتش قبل كده. وعلى غرار الدوريات الاوروبيه الكبيره وابرزهم الدوري الانجليزي، يعني السنه فاتت لما ليفربول حسم الدوري بشكل مبكر كان كل المباريات المتبقيه اللي ما كانش ليها اي اعتبار في حسم اللقب كان بيبقى فيه الممر الشرفي ده، واللفته بتبقى جيده واي بطل يستحق الممر ده. طبعا ما بالك النادي الاهلي كان السنه دي عامل ارقام ممتازه واداء جيد في معظم الاوقات تحديدا الدور الاول، ونهى بطوله الدوري قبل 7 اسابيع من النهايه الخاصه بالبطوله. فلفته كانت طيبه وحاجه تدل على العلاقات دايما المميزه ما بين الاهلي ومختلف الفرق في بطولة الدوري. وأكيد كمان الكابتن محمود الخطيب قدم شكر رسمي لمجلس إدارة مصر المقصة، ولفتة كانت أكثر من رائعة. نتمنى أنها تستمر يعني خلال الفترة اللي جاية، وليه لا كل الفرق اللي هتلاعب النادي الأهلي خلال الفترة الجاية ليه ما يعملوش ممر شرفي، هتبقى حاجة أيضا تبقى كويسة، ومش عشان الأهلي بس اللي كسب، لا أي فريق يكسب بطولة ما فيش مشكلة ما يكون فيه بعد حسم البطولة ممر شرفي، دي حاجة رائعة يعني.